زي ما اتعودنا بنطلع حضراتكم على تحديثات ارقام فيروس كورونا حول العالم قبل ما نبدا اولى فقرات صباح الخير يا مصر. اجمالي الاصابات حول العالم وصل ل 8,713,000، اجمالي الوفيات وصل ل 462,000، اجمالي المتعافين 4,558,000. اكبر الدول من حيث الاصابه هي الولايات المتحده الامريكيه برقم 2,297,000، تليها البرازيل برقم 1,038,000، ثم روسيا برقم 569,000. خلينا نأمل ويعني ندعي ربنا إن شاء الله هذه الأزمة تعدي على خير قريبا.